يا زول ده سنة خامسة وتالتة. انت قال الموضوع ده ليه؟ فيسبوك شغال، انترنت فاتح جدا، بقريبة بجنيه ولا كم بتنشد عادي، سوداني بجنيه زين، الناس ده قجر اسمها زي انت. المهم خليها بتنشط النت وتخش شابع تلقاه عنده انترنت وتخش مواقع انت الزر الكبير ما بتعرفها، فهمت؟ ويحضر مسائل عظيمه جدا ولا ينتفع بهذه الوسائط. وبعد ده الشاب ده بتلقاه بعد ما حضر الجوا دار يمشي يطبقه بره، يشرد من المدرسه ويتلل ويضيع زمنه ويضيع اهله، كله بسبب انتشار الفاحشه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولذلك يا اخواننا هذا العيد فيه مسائل. المساله الاولى انه دي بدعه ليست في الاسلام، ما حاجه اسمها عيد الحب. ثانيا ان هذا مشاركه لهؤلاء النصارى في عقيده من عقائده، فهمت؟ وفي تابين هذا الكافر القديس المدعو فالنتاين. ثالثا في من المحرمات استحلال الحرام. انت داير تحب هاي بدل تمشي الحدائق والنجيله، فهمت؟ وتشيل لكم كيس تسالي تمشوا بيه من النفق لغايه ما تمرقوها بهم درمان بغادي، امشي دق الباب قول لها يا حاج انا داير بنتك على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. الدق خلاص ما الدق، النسوان كتار، دق الباب اللي بعديه، فهمت؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال ومن يستعفف يعفه الله. تخلي في قلبك نية تبقى عفيف. اما اذا دار تباري الحرام والفارغه اول حاجه بتضيع نفسك انت، فهمت؟ وبتضيع دينك وما بتلم في حاجه. وشفت رجعتك ما كبرت يوم 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 الفالنتاين دين دي ما بتنفع لك مرة، ولا الماشيين معاها ديل حيقوموا يعني يتزوجوها، تلقاهم ماشيين مع بعض زي جوز البطاريه. تقول اسمع بتعريسها؟ لا لا دي طبعا ايام الشباب، ايام الشباب شنو يعني؟ لا ما عليه ما عليه. اقول لك ما عليه؟ اقول لك لا ما عليه، لكن خلينا نفوت، ما بخليك تفوت. انت المفروض يركبوك بسطونه لانك داير طلع باعراض الناس. ده غير التجاره، دي التجاره والله تلقى اسي في دكاكين في سعد بشرى وفي غيرها الايام دي بتكون اقول لك تخفيض كبير جدا في الاسعار بمناسبه الفالنتاين. تلقاه مركب له ورود، فهمت؟ وقلوب، جاب له اعلام حمر وطرح حمر وشنو كده ما اعرف احمر، فهمت؟ ده كله يا اخواننا باطل، فلا يجوز الاحتفال ولا التوسعه على ولد او على نفس او على غير او التهنئه، برضه التهنئه ما بتجوز، فهمت؟ تقول العيد مبارك عليكم، مبارك عشان يا زول انت مسكين ولا شنو؟ ده لعب ساكت يا زول، ده لعب وفيه من الضلال والباطل، وده يوريك مدى ما وصلت اليه أمة الإسلام إلا من رحم الله. المسلمين مساكين في عيد الحب. وده يذكرني لما سقطت غرناطة آخر ممالك الأندلس، فهمت؟ وساعدوا على ذلك الصوفية ساعدوا على وقوع بلاد المسلمين في أيدي الكافرين، فهمت؟ لما آخر إمارة غرناطة سقطت واستولى عليها الصليبيون، فهمت؟ جاء ام عبد الله، ده كان الامير بتاع الاماره دي، ولقيته قاعد يبكي. قالت له ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. الجماعه قاموا رسلوا الجواسيس قبل ما يغزو الاندلس الصليبيين، نفس الشغل الحاصل الليله، والله الذي لا اله غيره. رسلوا الصليبيين، فهمت؟ مشوا خشوا في بدايه الامر، لقوا ما شاء الله حلق العلم، تلقى ابن حزم الاندلسي والشاطبي بتاع الاعتصام، علم وعلماء يالفوا ويكتبوا ويحفظوا في القران وينشروا في الاسلام ويناظروا في النصارى، الامه ماشيه لقدام، عقيده ماشيه وكده. بعد كم سنه قاموا رسلوا الخمور والمغنيات الى ديار الاسلام، فهمت؟ خشوا جوا الجواسيس اول لما رسلوه اول وقت العلم شغال، واحد من الجواسيس خش بعد ما رجع لبلاد الكفار. الملك ساله، ملك الكفار
قال له كده وريني المسلمين ديل شفته فيهم شنو؟ قال له شفته وشفته وشفته. قال انا دارك تختار لي اعجب موقف حيرك. قال لي اعجب موقف حيرني انه انا لقيت لي شافع بيرمي بالسهام بالنشاف، ولقيته قاعد يبكي. قلت له بتبكي مالك؟ قال لي والله انا رميت 10 سهام جليت واحد واصبت 9. وتبكي مالك؟ قال له بكره لو لقينا الكفار يبقى سهم واحد سبب في هزيمه المسلمين. شوف الفهم ده كيف. الملك قال له والله بالطريقه دي الناس دي ما بنقدر عليهم. بعد كم سنه قاموا رسلوا لهم يا هو الخمور والمسائل دي، فهمت؟ وضربوا اليوم العقيده وكده. الجاسوس لما جاء راجع وسالوا ابن ذلك الملك، واحد من الملوك سالوا المهم، قام قال له وريني اعجب موقف. قال له والله اعجب موقف انه انا قال له يوم ماشي قاعد اتدسس، لما جيت ماشي مره بحديقه، حديقه ظريفه جدا، لقيت فيها شاب بيبكي شايل معاه منديل، فهمت؟ قلت له مالك بتبكي؟ قال له هجرتني حبيبتي. قال له هجرتك هاي؟ بس قال له دوروا الجيوش ديل وقاتلوا هؤلاء المسلمين. فسقطت بلاد المسلمين. الأمة الآن شوف أعظم، لو تلقى بعد الحوت الأمة دي الإمام الجامع الحوت يا زلمة، أنت راجل أنت إمام الجامع، وفي واحدة قالت ادفنوها معاه. معقول ربنا ينصر الأمة بالطريقة دي؟ فهمت؟ ده غير ناس أبوك الشيخ قاعدين، الأمة تنتصر فيها ناس أبوك الشيخ عقائد. ذاك الفالنتاين القسيس بيقول لك انت حبيت هاي ومن وانت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعه خمنا لا انت يلقوك لا لا. يقول لك تعال نغفر لك، ده بالقسيس برضو ابوك الشيخ برضو نفس الطريقه. انت هذا الكلام قاعد يقول لك تعمل اي حاجه، تعمل اي حاجه ما عندك اي مشكله، بس تموت على طريقتنا. ختمي تموت ختمي، سماني تموت سماني، زي ما قال لك اخونا محي الدين، اذا قلت تكتب في الكفن تحب وتحت النبق وتشرب البنجو سنتك كلها تكون طاش شبكه، بس لما تجي تموت يجيبوا الخطاط وود الحسن للخطوط، اكتب برا هذا قبر عبد القادر الجيلاني، وانا ما بطوش يعني طوش ملك الموت يا وسخ، فهمت؟ الناس قادرين يغشوا بهذه العقائد موجوده، وانه الشيوخ ماسكين الكون والشيوخ بيتصرفوا في الكون. شفت ده اهون منه الجماعه بتاعنا الحبوكانات دي، يبقى صاحبهم عقيده. شفت اللي بيقول لها انت مما شفتك قلبي فرفر وكده والباصلوان اتقلب، ده احسن من ابوك الشيخ والله، لانه ده بينشر لك كفر بالله، فهمت؟ وده بيقوم بينشروا لك باسم الدين، ابوك الشيخ بينشروا لك باسم الدين، زي ما قال اذا الفيت منكرا في قولهم او فعلهم لمحرم اول بفقه ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم. ولك أبوك الشيخ سلم على المرأة لأنه الشيخ زي المحرم بالنسبة له، فهمت؟ وكذب وترويج للعقائد الفاسدة. ومحمد المنتصر شغال شيخ اللامين داك الضغط قطعوا له كراعه في بيت المال، دار يمشي محلات ثانية، والبلد دي ملانة شرك وهس. عشان كده اخواننا نحن الان كل يوم في ذله، وكل يوم في مهانه، وكل يوم في باطل، وكل يوم في ضلال، كل يوم نحن حالتنا بترجع للاسوء. ربنا سبحانه وتعالى قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. افتح الفرصه لاخونا الشيخ ابو بكر.